why some patients retain the yellow color after resolution of hyperpyrogenemia. Why some patients retain the yellow color after resolution of hyperpyrogenemia؟ يعني ليه بعض المرضى بعد ما بتزول مشكلة الهايبربلوربينيميا سواء بسيرجري، انه ممكن يحصل سيرجيكال انترفينشن ازالة للحصوة المولودة او ازالة لمشكلة الاوبستراكشن، المريض ما بيرجعش اللون بتاعه تاني للون الطبيعي ويظل اللون الاصفر مستمر مع الفترة طويلة، لان كونجوجيتد بيلوروبين زي ما قلنا لما بيزيد مستواه عن 2.5 ملي جرامز بير ديسيليتر بيبدأ يحصل له بريسيبيتيشن في التيشو. طبعا بيكون في عندنا نوع من البروبين بنسميه دلتا بلوروبين، بيكون ليه لونج هاف لايف في البلازما، وبالتالي ممكن يحصل له بريسيبيتيشن في التيشوز. ده بيكون باوند تو البومين. ما دام بدأ يرتبط مع بلازما بروتينز، طبعا دي abnormal condition، فما دام ارتبط مع بلازما بروتين وهيتواجد في التيشوز فيؤدي الى بقاء اليلو كالر ان تيشوز، وده بيظل حتى بعد ازاله السبب زي ما قلنا، وممكن ياخد وقت طويل الى ان يحدث تيرن اوفر للالبومين وتيرن اوفر للنوع ده من البيلوروبين من الدم.